هذا البرنامج إنتاج سيجا إحدى شركات مجموعة دال. ودائما عمرين. النهارده نعمل مع بعض حاجات سهله سريعه موجوده عندنا ومكوناتها موجوده. هنبتدي يعني بطبق هنعمل منه زي ما بنقول ممكن تكون فكره الجيمه او فكره الطبيخ او يكون طبيخ خضار، بس مش الطبيخ اللي احنا متعودين عليه اللي نسيبه في الفرن او اسيبه على النار لمده طويله لغايه لما يطري، لا يكون لسه الخضار صاحي ونشوفه ومصحصح بس هيكون مستوي. اكيد هنعمل معاه فراخ برضه تستوي لوحدها ونحطه مع الخضار، ممكن يبقوا الاثنين طبقين او الاثنين مع بعض طبق واحد وممكن نكمل سواه في الفرن. اما الطبق الثاني اللي احنا نعمله معاهم وهنبتدي بيه هيكون عيش، والعيش اللي هو العيش التوست، وهنعمل الحلو هيكون من الموز وهنستعمل جوز هند وممكن نستعمل كمان فيز داني. تعالوا مع بعض ونبتدي باول حاجه ونعمل الخبز مع بعض. ودايما عمرين. لما زرنا الفران وشفنا انواع الخبز، الخبز اللي هو البلدي والمدور ومن نفس الفكره نفسها او دي نفسه ممكن بيتعمل الخبز الثاني اللي هو البسطون او خبز التوست. الفكره فيها انه اهم حاجه برضو في المراحل العمليه الخبز عشان ينجح معاكم الحراره بتاعه الفرن والتخمير ومده التخمير. طبعا المقادير مهمه ونوع العجين او نوع الدقيق اللي بيستخدم ايه. المقادير اللي هنستخدم فيها، عايزين تعملوا اي عيش يبقى طري ويبقى الفكره بتاعته ان هو من جوه فيه طراوه شويه، ممكن حاجتين، يبقى بنستعمل جواه زبده، الزيت ما بيخليش العيش طري زي الزبده، لكن ممكن لو حطينا على النوع دوت زيت هيتبقى فكره اللي احنا بنعملها اللي هي البيتزا او الخبز، الخبز العربي او البلدي بيتحط عليه زيت، لكن لما يتحط زبده بيبقى هش اكتر، ولما يتحط سكر يخلي الخبز من فوق برضو يحمر، فدوت بيخلي السكر بيخلي الخبز نفسه لونه احمر. والدقيق اللي بيستخدم للعجينه بتاعه الخبز بتبقى اللي هو الدقيق اللي هي بتبقى القمحه كامله، ممكن يستخدم بنفس الطريقه نفس المقادير، ممكن يتعمل منه الاسمر او الابيض زي ما بيقولوا الفينو، هو نفس الدقيق اللي بيستخدم حتى لو دقيق القمح الاسمر بنفس المقادير تطلع نفس النتيجه. هنحط كل المكونات الجافه بما فيهم الخميره والملح يا دوبك بس عشان الطعم، الملح مش كتير لكن السكر يكون اكتر من الملح علشان قلنا انه عايزينه في الاخر يبقى من فوق لونه محمر. وبعد ما بخلط كل المكونات الجافه ديت بضيف عليها الزبده، لو حبيت ممكن احط عليها كمان حبه صغيرين من الحليب البودره مش السائل، لو عايز ممكن استعيد عن الميه اللي هضيفها بحليب سائل، او لو حبيت بحط شويه من الحليب البودره برضو، ديت بتبقى حاجه من الحاجات اللي بتخلي العجينه بتاعتي طريه. بخلط ديت وبعدين بضيف الميه بالتدريج لغايه لما اشكل العجينه، واهم حاجه بيكون الصبر في موضوع العجن دوت، يعني اعجنها لمده كافيه لان العجينه كلها تتماسك وتبقى يعني زي ما بنقول بتبقى متماسكه وكل المكونات اللي فيها مندمجه، يعني لما امسكها كده تبقى مندمجه مع بعضها، واسيبها تتخمر. طريقه التخمير بتبقى تتخمر اثناء ما انا بشغلها في العجانه لانها بتفضل في العجانه لمده طويله، وبعدين بطلعها من العجانه واسيبها تتخمر مره كمان، وبعدين بشكلها واسيبها تتخمر مره ثالثه قبل ما ادخلها الفرن. نعجن هنا واتاكد ان كل حاجه هنا اندمجت تماما مع بعضها. ومن حراره الجو بيتفاوت كميه الدقيق، بتتفاوت كميه الميه، فممكن اراعي ان ممكن في الصيف في الشتاء ممكن الحاجات دي تفرق كتير، نسبه الرطوبه حتى بتفرق مع العجين خصوصا لو بعمل كميات كبيره. بعد ما بوصل لمرحلة ان انا عجنت كل حاجة، المقادير هتكون موجودة على الشاشة في اخر الفقرة او قبل نهاية الفقرة، بتشوفوا المقادير وبتشوفوها بوقت كافي ان كنتوا تكتبوها. بعد اما باخد العجينة ديت باخدها واقسمها بحيث انها لما تتقسم بتبقى سهل ان انا اتعامل معها، يعني ما بجيبش قطعة العجينة كلها، لو انا عايز اخمرها وادخل فيها كمية هواء، يعني لو ضغطت على ديت بلاقي فيها
فيها نسبة هواء عالية. فكرة الهواء هنا علشان برضو نبقوا عارفين ايه الدقيق اللي بنستعمله، حصل ان هنا دي بقت ما فيهاش اي مسام، الخميرة اللي جوه ابتدت ترتفع وبقى هي دي حابة تتنفس، ولو انا ضغطت عليها هلاقي ان بقت اقل من النص، يعني بقت الضعف علشان تتخمر واتاكد ان العجينه متخمره. يبقى دوت اهم حاجه بعملها في اول خطوه عشان العيش يكون عندي ناجح، بسيبه يتخمر وبسيبه يتخمر لمده كافيه حسب انا عايز اعمله ايه، زي ما انتم مسمينه توست هنا. وفي انواع تانية من العيش اللي هو قالب التوست اللي هو زي قالب الكيك، ممكن اجيب العجينه ديت وافردها واحطها فيه ويبقى قالب التوست من نفس العجينه. نفس العجينه ديت ممكن افتحها واعملها صغيره، يعني ممكن اعملها زي فكره اللي هو البقسماط، يعني اقطعها قطع صغيره. يبقى اذا ممكن من نفس العجينه اعمل اي شكل انا عايزه، نفردها هنا اهو، وديت ممكن تتحط عليها سمسم اللي انتوا بتشوفوه، البقسماط اللي بتشوفوه هو من نفس العجينه ديت، ممكن يكون هو نفس الفكره. بجيب ديت وادهنها بالميه او ادهنها ببياض البيض واحطها في قلب السمسم او حبه البركه، ويبقى هو دوت البقسماط. بس هيتحط في حراره، بيكون الفرن بتاعه الحراره بتاعتي بتكون عاليه. لو انا عايز انشف العيش العكس بيحصل، لو انا حطيت العيش في فرن حرارته واطيه العيش بينشف وما بيستويش من جوه، والسبب انه الميه بتتبخر قبل ما العيش نفسه ينشف او العيش نفسه يستوي، فبالتالي لازم الفرن نفسه يكون سخن قبل ما بعمل العيش دوت. باجي للخطوه اللي بعدها، بعد ما بعمل العيش عشان اعمل ديت كافينو او كشو او يبقى شكلها زي اللي هو الخبز اللي هو التوست دوت، بجيبها وبقفلها من هنا اهو، بجيبها واقفلها وبفردها حسب انا الحجم اللي انا عايزها قد ايه، تتفرد كده اهو. بس محتاج ان انا اسيبها تتخمر مره كمان، يعني بعد ما بقفلها بفردها واسيبها تتخمر. يبقى اذا انا عملتها سبتها اتخمرت فردتها، وطبعا لو انا عايز اعملها طويله يبقى هخلي قطعه الخبز اللي ببتدي بيها اكبر بكتير. بعد ما بجيبها واسيبها تتخمر بترتفع مره كمان، يعني نفس قطعه الخبز نفسها بترتفع الحجم ده كله. قبل ما بدخلها الفرن، يعني دي بقت هوائيه جدا بس طبعا مش هضغط عليها، انا ضغطت على ديت عشان اوريكم بس الفرق بيبقى ايه. قبل ما ادخلها الفرن بحيث انا عايز اخليها سليمه زي ما هي كده ولا اعمل لها فتحات فيها. في الحالتين انا محتاج ارشها بشويه من الميه، ميه بسيط جدا عليها من فوق علشان تساعد على انها ما تتحرقش، لان قلنا فيها سكر من جوه، السكر ممكن يتحرق بسرعه وانا افكر انها استوت واطلعها ويكون لسه ما استوتش من جوه. يبقى كل اللي احنا بنقوله بسيط جدا، احنا عملنا العجينه بس قضيت وقت كافي ان انا اشرح ايه الموضوع والخطوات اللي بتمر بيها. لو عايز اقطعها بقطعها كده اهو، اما بقطعها كده بيطلع الهواء من جوه من جواها، لكن لما بدخلها الفرن وحرارته بتبقى عاليه ده بيخلي العجينه من بره تحمر وتاخد وقتها من جوه عبال ما تستوي، لكن جوه ما بيستويش سوى كامل اللي هو السوى اللي هو بيبقى احمر من جوه. فدي هتبقى الفكره بتاعت الخبز كتير. العجينه بعد ما بعجنها بسيبها تتخمر وبسيبها على الاقل حوالي 30 دقيقه تتخمر، وبعد كده بقسمها وبعملها بالاشكال اللي انا عايزها. لو عايزها تكون زي البقسماط او اللي هو العيش اللي بيبقى ناشف ده، بخلي البقسماط دوت في فرن حرارته اقل شويه من الفرن اللي هو هعمل فيه العيش، يعني كل ما الحراره بتبقى اقل كل ما العيش بينشف وتبقى البقسماط اللي هو بيبقى ناشف زي ما احنا عارفين. اما بالنسبه للخبز اللي احنا عملناه دلوقتي دوت، بعد ما بعمله بسيبه يتخمر مره كمان، ممكن برشه بشويه ميه وادخله الفرن واسيبه، بياخد ممكن 10 دقائق بالكتير. لو عايز اديله الشكل دوت بقطعه قبل ما ادخله، فبالتالي القلب من جوه بيبان وبيبقى حته غامقه وحته فاتحه، وده لما بيطلع بيبقى لسه من جوه فيه اللبابه اللي موجوده فيه. وحسب كميه التخمير، يعني انتوا بتشتروا العيش حتى المره الجايه اشتروا هاتوا تقيل شويه، لان ممكن يزودوا كميه الخميره لمجرد بس ان الخبز يبقى هوائي وهش ومن جوه فاضي، على اساس انتوا ما بتشتروش بالكيلو، انتوا بتشتروه بالواحده، ويكون كميه العجينه او العيش اللي انتوا دافعين عليها اقل. طب هناكل مع العيش ده ايه؟ ممكن ناكل اي حاجه احنا عايزينها، لكن احنا نعمل طاجن من الفراخ ومعاه خضار لما نرجع ونكمل معاكم ان شاء الله. ودايما عمرين. ودايما عمرين.
فده الغطا دوت بتسميه الطبق. طبق برتال. طب احنا شايف، انا شايف هنا حاجات كتيره، هنبتدي بايه؟ النعميه. نعم. ايه هي النعميه؟ النعميه دي مكونه من بصله جافه ولحمه برضو جافه، اللي هي دي اللحمه، دي اللحمه المجففه، ودي البصل، البصل المجفف، دي كزبره، ودي بهار مشكل اللي مكون من حبهان وكباب صيني وجوز الطيب وقرفه، كل ده محطوط. نعم. مع بعضه وملح وتلمله. وهنا ايه ده؟ دي ويكا. ده مالوش دعوه بيها ده؟ لا ليها، دي الويكا اللي انا بلايك بها النعميه وبلايك بها الملح الثاني. طب يعني ديت فيها ويكا وفيها البصل الجاف وفيها اللحمه الجافه والزبادي. نعم. وفيها زبادي. نعم. بس لونها محمر من ايه بيجي؟ اصفر هي. اي بس فيها بيجي اللون منين؟ إيه؟ صلصه طماطم ولا صلصه؟ هي دي معلقه، دي الصلصه يعني، الصلصه بتتحط معاها دي. طيب وهي نعميه عشان نعمه مثلا؟ لا لا بس عشان بالروب يعني. بس كده. أيوة. نعم. طيب والتقليه ديت حاجه بتقليها؟ التقليه دي مواصفاتها نفس مواصفات النعيميه، بس الاختلاف في واحد، انه النعيميه بتكون بالزبادي بالروب. طيب هنا بقى دوت عندنا الابيض دوت ايه؟ ده ملح روب، ده الروب نفسه بس. ده روب مروب. طب انهي واحد فيهم بتحبذيه اكتر؟ والله كلهم بحبهم. كل الملح. اي الملح كله. كل لكن الملح. انت طبعا هتحبهم وهتعملهم احسن مني. ان شاء الله. لانك انت شيف. شكرا لحضرتك. وانا فخوره بقعدتك. ده شكرا ليك ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هنعمل مع النوع دوت، لو انتم حاسين ان دوت ممكن تكون حاجه صعبه، ممكن تزودوا النشويات اللي موجوده جوه الطبق دوت، ومش لازم الخبز لو حبيته. ففي الحاله ديت ممكن استعمل الطبق اللي هو يكون البروتين بتاعي يكون قطع من الدجاج، بجيب الفراخ وبقطعها لتمن قطع، ودي اللي بتبلها، بحط عليها الملح والفلفل، هتبلها كلها واحمرها واعملها بحيث ان انا يبقى عندي الفراخ دي، ممكن اسيبها في التلاجة واخليها، وبعدين اعملها كطاجن لو حبيت، او اعملها كجيمة لو حبيت. فهعملها باكتر من طريقة، بس هنمسكها ونمسكها خطوة خطوة، في كل مرحلة نقول هي وصلت للمرحلة دي ممكن نكمل عليها ولا نسيبها زي ما هي. ملح وفلفل وكمون، وبقلبهم كويس وبتأكد ان هم كلهم هنا تبلت بيهم الفراخ، وبعدين بحمر الفراخ ديت في شويه من الزيت. يبقى اذا انا بحمر الفراخ وبعمل فراخ محمره. بعد ما بعمل الفراخ المحمره ديت بخليها عندي على اساس ان انا لو حبيت استعملها كفراخ محمره، او بخليها زي ما هي كده، او لو حبيت اخد بس اللحم اللي فيها واستعمله، او اخدها كلها واحط عليها مرقه واسويها في قلب مرقه، ممكن اعمل كده. يبقى اذا ممكن تتعمل اكتر من حاجه. هنحطها هنا اهو ونحمرها، تاكد انها الفراخ بتتحمر. واثناء ما انا بحمر الفراخ، طالما لما بحب اولع الفرن وبعمل حاجه في الفرن او بعمل حاجه على النار، بعمل كل حاجه لوحدها. هعمل هنا زي ما قلت، لو انا حاسس ان الخبز ده بياخد وقت كتير والخبز نشويات، يبقى ممكن احط هنا البطاطس تبقى النشويات بتاعتي لو مش عايز اعمل الخبز. هستعمل جزر، واستعمل كمان كوسه وبصل، وده هتكون في الوعاء الثاني اللي هسوي بيه الخضار اللي هحطه مع الفراخ. بالنسبه للخضار انا مش هحمره زي ما بحمر الفراخ، انا عايز بس الفراخ تاخد لون، لكن الخضار هحمره واكمره، يعني احط معاه مرقه واحط معاه صلصه عشان يستوي فيها. فاحط بصل، احط شويه بصل، وبحمر البصل بس يا دوبك يدبل شويه، ودوت بتبله بملح وفلفل، وبحط معاه بقيه الخضار. هستعمل كوسه وجزر، وزي ما قلت يبقى فيها بطاطس. احط هنا الكوسه والجزر. يبقى اذا انا بعمل طبقين، ممكن يكونوا طبقين وممكن يكونوا طبق واحد، يعني ممكن اخلطهم على بعض ويبقوا طبق واحد، وبعدين بضيف عليهم هنا البطاطس. نحط كميه بطاطس زي ما قلت، لو كنت هاكلها بالعيش اكتر هقلل البطاطس، مش هاكلها بالعيش يبقى هي كل البطاطس. بعد ما بقلب دول هتبلهم بشويه من الملح والفلفل، نحط شويه ملح شويه فلفل، وبعدين احط الصلصه اللي انا عايزها. الصلصه اللي انا عايزها، انا دلوقتي عامل اكل، لو حد ما بياكلش اللحوم وعايز ياكل خضار بس، هو ده كده للخضار، لكن لو بيحب اللحوم يبقى اخلط الاثنين على بعض. حط شويه من صلصه الطماطم وشويه من المرقه، يبقى عملت زي فكره الجيمه. حط شويه مرقه، ومش هكتر الكميه، هخلي كميه لان هي الخضار نفسه هينزل ميه وهينزل صلصه. هسيب تقول يكبروا شويه. وبالنسبه للفراخ بنقلبها على اساس ان انا عايزها بس تحمر، بحمرها من ناحيتين، وبعدين بكمل سواها في قلب الطاجن. يبقى انا عندي دلوقتي طبقين، كل طبق معمول لوحده، ممكن اخليهم طبق واحد واكمل سواها في الفرن. نحط ده هنا،
وبعد كده باجي اجيب الطاجن اللي هسوي فيه. بعد ما بحمر الفراخ شويه لو عايز اتبلها ازود التتبيله بتاعتها اتبلها، او اجيب الطاجن اللي هسوي فيه وممكن بحط شويه من شطه او شويه من الصلصه الحاميه نسويها هنا مع الخضار، ودوت هيبقى جاهز ان انا نحطه في قلب الطاجن واكمل عليه بقيه الفراخ اللي احنا عملناها. طاجن الخضار يبقى اذا ممكن اكمل سواه كله على الفرن او بحطه هنا هوت وبعدين بكمل سواه في قلب الفرن. حط شويه الخضار كده وبعدين بكمل عليه، بحط لو عايز استعمله برده نخليه برده كخطوات، لو انا عايز اقدمه لحد ما بياكلش اي لحوم ممكن اجيب بيض، ممكن اجيب البيض واكفسه جوه الخضار، يعني ممكن احطه كده اهو وادفس البيض جوه الخضار، بس مش هزود الميه لان هي الخضار هنلاقي الميه. نحط البيض هنا اهو، ده يكون شكله. وبعدين باخد الفراخ اللي انا حمرتها بحطها فيها، زي ما قلت ان انا الخطوه الاولى كانت هي جاهزه تقدم لوحدها، او لو حبيت بعملها يبقى كل حاجه لوحدها، الخضار لوحده والفراخ لوحده، يبقى عندي طبقين بدل طبق واحد. احط بقيه قطع الفراخ هنا اهو، وبعدين لو عندي اي صلصه زياده بنحطها عليها، لان هو ده الطعم والنكهه اللي احنا عاملينها. احط دول في قلب الفرن، ولو حبيت ما اسويهمش في الفرن يبقى بكمل سواهم كله على النار. ناخدها ونحطها في الفرن، وده هيكون الطبق اللي احنا عملناه على اساس ناكله مع الخبز اللي احنا قلنا عليه. ولو مش عايزين نعمل الخبز بنكتر من النشويات اللي هو البطاطس. نجيب الطبق هنا اهو، ولو حبيت اقدمه مع الخبز نحط الطبق كده اهو، لو حبيت اقدمه مع الخبز يا اما بحط الخبز هنا وبجيب معلقه وبغرف من الخضار وبيكون في البيض ومعاه الفراخ، او لو حبيت اخلي الفراخ لوحدها والبيض لوحده، او نعملها سندوتش لو حبيت نستنى شويه وننسل الفراخ دي. فده يكون الطبق اللي هو فيه طاجن سهل، ممكن الخضار مستوي لوحده بخليه على جنب، فراخ مستويه بحطهم كلهم وبعدين بدخلهم الفرن، او بيبقوا زي ما انتم شفتوا بنحطهم ونسويهم، حتى لو عاملين انهم نص سوا خليهم في الثلاجه احطهم قبل ما اقدمهم بنص ساعه ويكونوا جاهزين للاكل. هنعمله مع بعض حلو، والحلو هيكون من الموز، هستعمله ونعمل منه كيكه لما نشوفكم ان شاء الله. ودايما عمرين. ودايما عمرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لعمل التورتة أو بالنسبة لعمل الكيك يعني، فيعني من الأشياء المتبع إنه زول بيكون عارف مثلا إنه كيفية مثلا المقادير اللي بتكون أساسا بالنسبة للتورتة مثلا كم، وطريقة يعني عملها يعني، لكن في النهاية زول بتفاجأ إنه مثلا بتقوم بيحصل لها هبوط يعني، أو زي ما إحنا قاعد نقول بالترتس. فانا عايز اعرف يعني ده يعني بيرجع لشنو؟ بيرجع لانه مثلا يعني حجم البيض، عدم التساوي في حجم البيض، ولا في نوعيه الدقيق المستخدم في، ولا في طريقه الضرب الكيكه ذاتها يعني، فاكيد في حاجه بتخلي الحكايه دي كده يعني. فشكرا. بالنسبه للحلو اللي هنعمله، هنعمل الموز، هنستعمل الموز. ممكن الفاكهه اللي هنستعملها في الحاله ديت ممكن اي حاجه يكون فيها، ممكن ميه قليله او ميه بسيطه، يعني ما تكونش كميه ميه كتيره. بالنسبه للموز او بالنسبه للفاكهه اللي هستعملها، ممكن اعجنها كلها مع بعض مع العجين اللي انا هعمله، احط الموز ولو كان مستوي بيبقى افضل واسهل ان انا استخدمه. نحط هنا الموز ونعجنه ونضيف عليه السكر وهضيف عليه البيض، بحيث ان هو دوت اللي هيبقى الاساس والطعم اللي انا هحطه. لو حبيت استعمل يعني، سمعت كتير وانا موجود في السودان استخدم روح الموز، عندي موز كتير وعندي الموز اصلا طازه، ليه ما بستخدموش؟ هيبقى افضل حتى لو استخدمته. فبحطه في الاول هنا، بحط عليه البيض والسكر، نحطهم كده مع بعض، بحط البيض والسكر واخلطهم الاول، اعجنهم يبقوا هم دول العجينه اللي هبتدي بيها، نحطهم مع بعض هنا، وبعدين بضيف عليهم بقيه المكونات. بس بتاكد ان كل المكونات الجافه، نزود السرعه شويه، بحط شويه من الفانيليا وبستعمل بيكنج باودر وبيكنج صودا، شويه ملح صغيرين علشان الطعم، وبعدين الدهن اللي هستعمله هيكون شويه من الزيت، فاحط برضو الزيت. يبقى انا كل المكونات اللي هي السايله حطيتها مع بعضها وعجنتها، وبعدين بحط المكونات الجافه. نيجي نضيف الدقيق مع المكونات الجافه وهدلها طعم. الموز بيبقى ظريف لو حطيت معاه كمان جوز الهند، استعمل جوز الهند وبحط بقيه
السكر. الفكرة في الكيكة ديت، دي الكيكة ديت مش الكيكة اللي هي الاسفنجية اللي احنا متعودين عليها، لكن لو حبينا نعمل من موضوع دوت ان هو اللي هو الكيكة ككيكة احنا عاملينها، بتأكد ان السؤال متجاوب عليه صح. الكيكة دي تترتفع عشان البيكنج باودر والبيكنج صودا اللي انا حطيتهم دول بيتخمروا او بيتفاعلوا في الفرن ما بتوصل حرارتهم ل 140 اما بقى في اي اسيد اللي جاي من الموز او زجاج جاي من اي مكونات انا حطيتها. بعد كده بتبقى مختلفة عن الكيكة التانية اللي احنا بنسيبها في الفرن لأساس الارتفاع بتاعها بيكون من بياض البيض. فبجيب القالب اللي انا هستعمله بكون دهنه، نجيب هنوات القالب اللي احنا بنستعمله وبكون دهنه شوية من الزيت علشان اتأكد ان هو في الاخر ما بتبقاش من الجناب. يعني سبب عدم ارتفاع الكيكة ان ممكن الكيكة تلزق في الجناب، فلازم ادهنه من الجناب علشان لما احطه في الفرن الكيكة ترتفع. يعني ممكن تكون عندها مقاومة الارتفاع بس ما بتقدرش ترتفع من الجناب بسبب ان في لزقة في الجناب، فاذا ممكن ترتفع من النص وتبقى هابطة من الجناب. بعدين بحط العجينة ديت اللي احنا عملناها وحطيتها كلها اللي هي تبقى الكيكة بتاعتي، بحطها هنا. ممكن ازينها من فوق واحط عليها شوية من المكسرات، او لو حبيت ممكن اسويها وبعدين ازينها لما تطلع من الفرن. بحطها في الفرن بتاخد حوالي 35 دقيقة. لو حبيت احط مكسرات بحط مكسرات، بيكون حوالي تلتين القالب وبترتفع الباقي مع حرارة الفرن. تسيب ديت تستوي نوت، ولما تطلع افضل ان انا اسيبها تبرد قبل ما اقطعها. فلو حبيت احط عليها مكسرات ممكن احط عليها مكسرات، يعني ديت هي نفس الكيكة اللي احنا حطيناها بس اللي انا حطيتها في الفرن ما فيش مكسرات، ديت عليها شوية سوداني مبشورين او ممكن اخلي السوداني للتزيين لو حبيت. وبتتأكد انها استوت من كل ناحية، الاحمرار اللي فيها دوت من السكر اللي احنا حطيناه وكمان من الموز. لو حبيت اخلي الموز راق واحد ممكن اعمله راق بدل ما يبقى جوه كمعجون. نقطع الكيكة ديت، ويفضل ان ما اقطعش الكيك الا اذا كانت باردة، يعني ما اعملش الكيكة واقطعها الا لما تبرد لان في الحالة ديت هتهبط. لو حبيت ازينها ممكن ازينها بقطع الموز، نجيب موز هنا ونقطعه نعمله حلقات واقدمها في الطبق اللي اقدمها فيه مع حلقات الموز. ممكن نحط حلقات الموز هنوت على كل قطعة فيها، ولو حبيت ممكن اضيف سوداني او لو حبيت ممكن استعمل نعناع للتزيين او شوية من السوداني حتى على كل قطعة موز يبقى فيها سوداني، يبقى هي جوه فيها موز ومن بره فيها موز وسوداني. يبقى هي ديت الفكرة بتاعت الكيكة اللي احنا عملناها. الاساس فيها عشان تبقى هشة وهوائية زي ما قلنا بنخلط العجينة وبنضربها في العجان فترة طويلة، بيبقى الفرن سخن قبلها، فرن حرارته 180، تاخد حوالي 35 ل 40 دقيقه من عشان تستوي، غير الكيك الهوائي اللي احنا هنشرحه ونعمله وعملناه برضو معاكم في حلقه تانية. هنتكلم وعندنا سؤال لما نرجع ونشوف السؤال ايه وهتكون اجابته ليها جايزه ان شاء الله. دايماً عمرين في اللي احنا عملناه النهاردة، تجربي اي حاجة؟ مش تجربيها اكل، تجربيها طبخ؟ العيش تعمليه؟ ممكن يتعمل بطريقة سهلة جداً جداً، يعني ممكن ينفع اخد فيه وردة؟ لا الردة ممكن تحط تحتيه، لو حطيتي الردة هيهبط. الفكرة في ده ان هو عايز يبقى هش، الردة حاجة من الحاجات اللي هي ما بتخليش زي فكرة دي السمولينا. طب انا شايفاك قبل ما تدخله الفرن عملت عيش، عملت مويه. انا رشيته الميه. طب اقول لك على انت بتساليني، اقول لك على حاجه خليها هي دي السؤال بتاعك. خلي سؤال الحلقه المره دي ليه انا رشيت العيش ميه قبل ما ادخله الفرن، وده هيكون سؤالنا اللي ممكن تفوزوا بيه النهارده. وقبل ما اسيبكم اقول لكم دايما عمرين. ودايما عمرين. دايما عمرين. هو ايه اللي حصل؟ هي دي مش جاهزه اصلا؟ انت عارف احنا معطلينهم كده يا جماعه، دول جايين يعملوا شغلهم وبنمشي احنا بنقف في السكه معطلهم.
تفضل يا جماعه. واحد واحد واحد. قولي له 2-0. 2-0. عمرين. هو انت شغال لوحدك ومش شغالين لوحدي وما الطوالين اللي فوق دول ليه؟ انتوا جايين تصوروا، ما حدش فيكم جاي يشتغل. ها؟ محمود المقرفص. ده بالنسبه لاجابه السؤال عشان كان السلك باين. فبنعيده تاني. دي الحتة تسوي.